قسم دا معك عائشة اللي كيشوف كيقول عندك واقيلا 7 شهور ولا 8 شهور الحجم ديالك صغير، ولكن انت تبارك الله عليك في عمرك 20 عام ياك عائشة. عاودي ليا دابا اللي معاك جارك راه كيشوف فيك قبيله هو تيشوف فيك باقي تيشوف فيك، يعني زعما مثير للانتباه، والناس اللي كيشاهدونا دابا غادي يقولوا مالك، شنو المشكل ديالك، واش عندك شي مرض معين؟ عاودي ليا القصه ديالك عائشه. انا سميتو معاقه جسديه والحمد لله، وش نقول لك يعني فاش تزاديت اللهم لك الحمد كنت تلقى صعوبه مع الناس، يعني ندره ديال الناس بالنسبه للدراري الصغار ما كنتش نلعب معاهم، يعني شنو نقول لك كان في الدراسه ما قريتش بحال وليدات الصغار، يعني حيت انت كنتي ديما في هذا الحجم. انا تزاديت هكا هكذا وبقيتي هكذا 20 عام. غير اللاج اللي كيكبر والعقل اللي كيكبر. صافي هذاك شنو نقول لك، المهم سميتو تلاقيت يعني الناس ما كانوش تيشوفوا فيا في الدرا يعني مزيانه، يعني ديما كيقولوا شوف هذاك البنت كيفاش دايره، ولكن ما عرفيش اش يعني ما جلسوش معايا وعرفوا كيفاش العقليه ديالي ولا كيفاش. صافي بقيت هكاك يعني تا في الدراسه ديالي قريت غير في الراود، وبقيت يعني ميم با يعني شي فتره قليله وقع لي واحد المشكل. الوالده ديالك كتكون عندك ديما غادا بك، وديما النظارات ديما تطلحقها غادا في البوسيت، انت ديما صغيره ديما تريبيا. ودابا حتى الدراري الصغار تحاولهم انايا الصغار اللي كيبغيو يلعبوا معايا كنلقى مشكل معاهم. صافي هذيك قريت في الروض اللي ما كملتش، قعدت لي واحد البليته صافي قلت لماما، قلت لها صافي ما نعاودش. عيرتك شي كيفاش؟ لا غير جرات لي رجلي، حيت انا المرض ديالتي دغيا الى قصت حتى الا ما عرفتيش كيفاش تهزيلي دغيا كتهرس بحال البيضه، يعني الا ما عرفتيش كيفاش تهزها كتهرس. صافي هذاك وصافي قلت لماما، قلت لها ما نعاودش القرا. صافي دازت واحد المده، حتى درت تقريبا هذيك 17 عام، وعاد يعني واحد الانسانه في العائله هي اللي اقترحت عليا باش نقرا في الجامع. صافي ملي فكرت لقيتها. واخا قبل ما نوصلوا انك تفكري انا تبارك الله عليك باش تهضري معايا قبيله والافكار ديال كل المواهب اللي عندك والمهارات اللي عندك، الحمد لله احسن من 1000 واحد تيشوفنا دابا بيديه وبرجليه وطويل وتقلده وقدو قداش ياك. تبارك الله عليك، زعما انت رساله وميساج اللي بغينا نصيفطوه اليوم من قصه الناس المغرب كله اللي كيشوفنا ولا كاع المشاهدين، انهم يشوفوا بنت اللي في عمرها 20 عام عايشه، وفعلا عايشه عايشه ديال بصح عايشه هنا، اليدين هنا والرجلين هنا والقلب هنا وكل شيء كاين في الدماغ. ولكن قبل ما توصلي لهذه المرحله عايشه ديال تصالحي مع راسك وكاع دوزي في التلفازه قدام الناس وتهضري على راسك وعلى فكرك وعلى قلبك، اكيد عانيتي في الاول. عاودي لي النفسيه، حيت ما يمكنش تكوني دزتي نهار الاول انت مصالحه مع ذاتك، لا مصالحه مع صورتك. عاودي لي المعاناه النفسيه ديالك عائشه. يلي شنو نقول لك، كل يلي الناس تشوف فيا شنو نقول لك، مثلا جوج صحاباتي لا وحده شافت لي والاخرى ما شافت ليش، كدوز واحد كضرب مسافه باش صحتها الاخرى تشوف لي. وانا شنو نقول لك، صافي يعني كنت تتازم لدرجه صافي تنبكي قدامها، ويلي صافي كنت تلقى صعوبه مع الناس صافي تنعزل صافي تسد على راسي ديك الساعه. ما شنو نقول لك، يعني ما كان الناس ما تيساعدوكش، الناس يعني صافي شوف هذيك كي دايره مسكينه، يعني هذه اللي كيخسر عليك مسكينه، ماشي يجلس معاك ويشوف العقل مستوى ديالك ولا شنو، يعني يعطيك فرصه. انت اذا كنتي كترجعي من الزنقه تتبكي كان ما تخرجي تندمي كاع على الخرجه ديالك بناقص. كانت تهزك اختك ولا امك ولا ديما شي واحد هزك بحال تريبيا. صافي هذاك ملي ولكن ملي قريت الحمد لله عامل في الجامع شنو قلت لك، استفدت بزاف ديال الحوايج، يعني شنو قلت لك استفدت يعني من خلال يعني في الجامع كيعلموا القران، كيعلموا يعني كيتشبتك على الدين الحمد لله. يعني على الاقل تتقولي فاش كتقراي عامين في الجامع القران الحمد لله الشيء اللي انا فيه. الحمد لله الايمان، قوه الايمان. صافي انا قلت لي ملي صافي ملي قريت عامين يعني استفدت، وحتى العيالات الكبار يعني كيعاودوا لي المشاكل ديالهم، يعني بحال كبرت انا قبل الوقت ديالي، يعني شنو نقول لكم، انتم تبارك الله يعني عاملوني بحال بنتهم، يعني ما
ما خصوش ليا خاطري. ولكن تاهما في الاول شافوك ديك الشوفه ديال الاستغراب واكتشفوا شكون هادي. ضروري هذه المرحله يدوز منها الاخر ضروري. وبلي وليت انا ملي وليت كنقرا ولاو هما كيقولوا لي عائشه هذاك هو الريلات الحرب ولاو ساعدينا في هذا. مش شايده عليهم هما كنمشيهم صافي هذاك المهم اللي واش نقول اللي بقيت نقول مع راسي مادام ربي خلق لي هكا اذا خاطر تقبل راسي انا هكا. مخلقكش ربي غير عشوائيا هكا ما خلقك ربي حتى كاينه شي حكمه من تما باش تكوني هكا بهاد المواصفات وهاد الجسد الصغير وهاد العقل الكبير. داكشي واصلا يعني انا باغا يعني هاد الليلات الميساج حتى الناس حتى الشباب ما يبقاش ياخذوا يعني ما يبقاش يعني الناس اللي كيتبلاو. انا دابا يعني كل ربي عطاني تحتي كون راني يعني ندير شحال من حاجه بجهدي ندير شحال من حاجه يعني نمشي ندير سبور ندير شي حاجه اللي غادي نستافد منها واللي ربي غادي يرضي لي يرضي لي عليها. ماشي غادي نمشي يعني نمشي نفسد ولا نمشي ندير يعني شي حاجه اللي ما يرضي ما غاديش يرضي عليها. اللي كيسخر العضلات ديالو في الشر كيسخر مثلا الطوله ديالو التجريده ديالو فشي حاجه اللي خايبه. انت بهذا الجسد الصغير ولكن الحمد لله انك تديري الحوايج اللي على قد عاوتاني الجسد على قد الامكانيات اللي الحمد عندك. الحمد لله اللهم لك الحمد. صافي ملي صافي وليت يعني ملي وليت صافي تنخرج يعني صافي وليت بحكم الاخت ديالي حتى هي عندها مع داك الشيء الجمعيات وداك الشيء يعني هي كمؤطره وكتخرج وداك الشيء يعني كنحضر معها بحال هكا يعني ولا فورماسيون صافي وليت بحال هكا الشباب وليت تندمج معاهم يعني حتى هما ولاو كيقولوا لي يا تبارك الله على الثقه اللي عندك يعني الثقه في راسي تقول وي بيان سو خاطري نثق في راسي الا ما ثقتش في راسي في من غادي نثق معلوم مادام ربي خلق لي هكا خاطري نعرف راسي اشنو باغا نوصل واشنو كندير. ما كيهمنيش اي واحد كيف لعبت لي ولا كيف قال لي شوف هذه الكويبا ولا شوف هذه كيفاش دايره ولا هذه تلبسي ودايره الحلقات والخواتم والستيل ماشي زعما وهذيك في الرجل وزعما ما عندي ما عندي حتى شي سوقي لي معقدك حتى شي حاجه معقده صافي يعني داكشي اللي كان داكشي داك الازمه اللي كانت ترى عليا تقوت لي يعني دوبلات لي صافي خلات لي نتقوى يعني تحولتي القوه الحمد لله. وش نقول لك هادشي بفضل الله وغير هما غير هو يعني حتى الجمعيات يعني بحكم حتى الجمعيات يعني باغا حتى انا يعني هذا باغا يعني اللي يضمن مستقبلي يعني حتى الجمعيات هما يعني تيستغلوا لي ياك يعني كي واخا مازال نذكروا هذا النقطه ديال الاستغلال حيت كاين بزاف الناس اللي ممكن يبغيو يستغلوا يستغلوا الحجم الصغير ديالك ولا هذا ولكن ما يمكنش يستغلوا الفكر الفكر ما تيتشدش واخا عائشه شكرا بزاف على التجربه وانا بحق سعيده اليوم حيت تلاقيت معاك وغندوز انا وياك في حلقه واحده اخرى وهذه رساله انسانيه في الحقيقه. انت راك توجهي واحد الميساج على القوه ديال الله سبحانه وتعالى والانسان كل شيء كاين في الدماغ الطاقه كلها عندنا في الدماغ ديالنا. عيشة نكمل معك القصه ديالك اللي في عمرها 20 عام ومازال ان شاء الله بالعمر الطويل. عاودي لي على هاد المناعه اللي اكتسبتي وهاد القوه اللي اكتسبتي. قلنا قبيله قريتي عامين كلام الله في القران في الجامع وتعرفتي على عيالات اخرين وكانوا كيجيو تيجيو يعاودوا لك المشاكل ديالهم وهمومهم. عاودي لي على هاد ال 20 عام كيفاش حتى وصلتي انك تكوني تبارك الله عليك بهاد الطاقه وهاد الايجابيه. شنو نقول لك يلي المشاكل ديالهم وتوما عاملوا لي بحال بنتهم يلي عاملوا لك انا اللي بشي وحده صغيره تعامل معايا شي وحده كبيره وثقوا فيا توما. وشنو نقول لك صافي ملي تنجي للدار كنبقى نقول شوف يلي ملي كنشوف انا ملي كنشوف الناس اللي قل مني كنقول الحمد لله مادام انا كنهضر وكنعرف. حيت كنشوف ناس قل منك يلي كنشوف مثلا شي واحد ما كيشوفش ولا شي واحد زوزوني يعني يعني كنشوف شي واحد يعني ما قادرش يعبر داكشي اللي في قلبه ما قادر يهضر حتى مع شي واحد يخوي عليه صافي تنقول الحمد لله اللهم لك الحمد يعني صافي انا تنزيد نتشجع وتنقول يعني خاص لي نفرض راسي على الناس ويشوفوا لي الناس وكيف ماشي يعني المرة الأولى يشوفوا فيا خايبة يبداو يتعاودوا صافي غادي تقتلوا لي بزز منهم كلشي ولف يعني الحمد لله. واخا عاودي لي عيشة دابا على حوايجك كيفاش كتلبسيهم شعرك كيفاش كتمشطي واش كيعاونك شي حد واش انت بوحدك شنو الحوايج اللي كتقدري ديريهم انت والحوايج اللي ما كتقدريهمش ديريهم ضروري خص العائلة تا هي تدخل.
مثلا بحال يعني حوايج ما نقدرش نلبسهم من راسي، خاص ضروري الاخت ديالتي كاوتر راهي هي جالسه معايا الجمهور. كاوتر هي يديك ورجليك دابا ياك؟ اه تنعيط عليها حبي، ما تنعيطلاش حبي كاع هي تنعيط عليها حبي لحقيتاش هي حبك ديال الصح، هي الله يجيلها قريب ليا ومتفاهمه معايا، اللي متفاهمه معايا اصلا في الدار يعني اللي كان مثلا اي حاجه عندي اللي كتعاود كنعاودها لها، وتا الى اي حاجه عندها كتعاوني لي ثقه بيناتنا الحمد لله كاينه معاهم كاملين. كتعاوديك وتعاودي ليها يعني كاين شي خصوصيات بيناتكم؟ اه وهي هي اللي كتخرج لي بزاف هي اللي هي اللي على ما كتقراش بيا بزاف. لا كتقرا كتقرا حتى هي اللي مسكينه حتى هي محيته لدراسته ومحيته حتى مسؤوليتها الراسها، ولكن الا كنتي حبها وانت الحب بيناتكم راه ما كاين مشكل، راه تجي تجري من راسها باش تشوف الحب ديالها. وهي الحمد لله وهي اللي الله يسهل عليها ويسهل على جميع المسلمين، خاص بلادهم ديما يكون تايق في راسو وعارف شو. ما عمر بلادهم يقول الناس غادي يقولوا لي ولا ما تهمني حتى شي واحد، راه واخا يبقى يقول لي دارت ولا فعلت ما تهمني، ربي ما دام خلق لي هكا. هما غايقولوا غايقولوا كنتي فيك نص متر وكنتي فيك جوج متر، جوج متر يقولوا طويل بزاف. كان داز معنا هنا الصديق اطول راجل يمكن في المغرب داز هنايا تيقولوا لي طويل بزاف، آه واحد قصير بزاف، واحد غليظ بزاف، واحد ديما الاخر تيبان ليه الاخر ماشي هو هذاك، ما جاش على قال سبحان الله العظيم ياك. وي واصلا جاي تيقول لك راه غنى هذاك جيت وصلت تيقول لك كلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر، يعني الله يرحم عليها جوج واصف وي الله يرحمو عليها. يعني تنقول لك اللي معمر بلاد ما يدير بالو الناس، انا براسي اللي ولدي تيقول لي الناس غادي يقولوا الناس ما تيهمنيش. اللي وبالنسبه بالنسبه لاختي كاوتر ما تتكبي لا كانت مثلا معايا في الدار بالنسبه حاجات لي طواليت ولا شي حاجه ضروري خاص لي ديالي، ولا مثلا الا تهرس الا تهرس خاطري ضروري يكون الكبس ديالي يكون محطوط في البلاطخ ديالي ضروري. يعني انت هي مهشيشه اه دغيا كنت مثلا غير ما عرفتيش تزولي مشيتي هزيتيني من تحت بريطانيا هكا بحال زر صغار دغيا هادو بحال التربيه راه دغيا تتخلص لك في يديك التربيه صغيره. يعني الحمد لله يلي شنو نقول لك يعني عييت ما نجري في الجمعيات لا بالنسبه لا بالنسبه للاب ديالي ولا انا، يعني عييت لعين ما نجري بشي ما درناش محاولات. ولكن شنو نقول لك علاش كتجري في الجمعيات بالضبط شنو تيخصك؟ يعني باقي يعني باقي شي يلي شنو نقول لك باقي الكروسه هذيك اللي كتحرك اوتوماتيك يلي عييت ما نطلب عليها ما شي شي واحد ما ساعدني. اذا انت خصك كروسه مواصفات هذيك اوتوماتيك عرفتي اللي تيكون عرفتش انا الكروسه تيكونوا عند غير تيركبوا على الناس ديال فرنسا تيقولوا تتبقى دينا بزاف وراه الناس ديال فرنسا كيشوفونا دابا قولي لنا اش من كروسه كروسه اللي كتكون يصيفطوا لك شي وحيده ان شاء الله. اه علاش لا فيها اوتوماتيك اللي كتكون فيها الباتري كتخدم بالباتري كتكون كتمشي في الارض مزيانه صافي باش تبقاي تخرجي وتستغناي على الحب ديالك. كاوتر ما تبقى كاع خدامه ديك الساعه ان شاء الله. مثلا كنت خارجه معاها تكون هي مثلا حدايا ماشي بقى ندور وبقى نقول لها وهكا كنهضر معاها وانايا عاطيها بالدار حتى راه كنكون تمشيو جنب بجنب. بصح نيت معقوله وبصح الانسان احتياجات هذه ماشي شي حاجه صعيبه ومستحيله. دابا الناس اللي كيشوفونا في الخارج قلتي هذه اللي تيمشوا فيها الناس ديال فرنسا، دابا الناس ديال فرنسا المغاربه اللي تما غادي يسمعوا هذا الاحتياج ديالك. ايوا وشنو اخر عاوتاني كتحتاجي باش الحياه تسهل عندك؟ يعني شنو نقول لك يعني محتاجه يعني شنو نقول لك محتاجه باغا شي معاوله يعني باغا يعني باش نضمن انا مستقبل ديالي يعني حتى الوالدين ديالي ما غاديش يبقاو دايمين صح ما تاهم ما يدوم لك يعني يعني اه قدام الله مثلا ما عرفتش شكون السابق واش انا ولا هو، ولكن باغي يعني الحقوق ديالي كمعاقه ما معطيش. انا ما عندك حتى شي حق زعما كمعاقه؟ ما عنديش ياك ما عنديش غير كياخذوا الاوراق وتصور ويربحوا هما داك الفلوس او التمول او اي حاجه كيربحوها هما والله وعلم شنو بيناتهم. المهم داكشي على داري انايا انا ما كنشوف حتى شي حاجه حتى من اللي كوش الاخر ما كنشوفوش. الا انا يا محتاجه انت محتاجه لهذا الشيء باغا لهذا الشيء اللي باغا اللي باش واخا راه واخا شي واخا تعطيني الدنيا كامله راه ضروري كيكون عندي واحد النقص ولكن غير الحقوق ديال واخا بعدا ملي كتعطيني شي شويه من الحاجه بعدا كتنقصي عليا كتفوجي عليا ماشي بحال انا مالي بحقوق مالي بحاسه براسي كانني اللي بحال الناس مالي حتى حاجه اللي صافي غير
صافي. ولكن الحمد لله شنو نقول لك، ولكن هادشي كله تقولي ما عندكش، ولكن انت عندك بزاف د الحاجات في دماغك. وعندي الافكار تبارك الله، عندك 20 عام يعني باقي القدام، باقي تزيدي القدام. باقي شحال من حاجه اللي باقي. قولي لي توريني الفوتوشوب وداكشي اللي تخدمي. كنصيب العقيق وفوتوشوب وتصاور اللي كديري ديال اختك والعائله بالفوتوشوب. يعني انت دخلي للاعلاميات تطوري المهارات ديالك، زعما زعما نتوقع انك تبارك الله تمشي تنطلقي بعيد في الحياه. عندي الافكار وباغا نمشي عليه. شنو تديري هادوك السنيسلات كديري؟ العقيق داكشي يعني. وريني شنو، ما عندكش شي حاجه؟ لا ما نشوفش بها، خليتها وشي كون جبتيكم بعنا وشرينا دابا انا وياك، دابا الناس يشوفوا الصناعه ديالك. خسارة والله، الا ما كاش على بالي باش نجيبهم. وش نقول لك، وعندي الحمد لله الافكار اللي باغا ان شاء الله نتعلم هاد الايام. وليت باغا نتعلم الفرنسي واللونجلي، يعني باغا باش انا جات لي شي فرصه، حيت انا اصلا المغرب راه ما عطيني حتى شي حاجه. اللي ولات انا كنفكر نمشي لبرا، ما باغا نبقى هنايا. لا لا دابا 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 عرفتي تتهضري على تتهضري من المغرب، من الاعلام، من برنامج اللي كيشوفوه بزاف المغاربه وكيتابعوه، يشوفوك بزاف المغاربه ويمكن يقول لك اجي عيشه ارينا الافكار، اري الافكار، حيت اهم حاجه هي يعني الفكره. بصح الفكره عندك، كاين بزاف الناس يقدروا يدخلوا معاك ويمشيو معاك بيه. المهم عندك الماده الخام، عندك الذهب في دماغك، هذا هو اللي مهم. داكشي اللي كانوا شنو نقول لك، الله يصوب من عنده. واصلا كنشكر من هذا البين، من هذا من باري للناس، الاصدقاء جاولي اللي كيعاون اللي كيدعموا. عندك اصدقاء؟ وي وي ياسر، الاصدقاء ديالكم انا كنسرقهم ليا هكاك. هما الاصدقاء ديالنا، وانا كان دغيا بيلي شنو نقول لك، دغيا كان صحابات اختك ممكن يكونوا صحاباتك. نعم صحابات اختك ممكن يكونوا صحاباتك. وي واصلا ما عنديش مع البنات، اش نقول لك زعما مع الدراري ما عنديش مع. علاش ما عندكش مع البنات؟ ما عنديش مع البنات. علاش؟ هكاك حيت نقول لك البنات شنو نقول لك، اصلا واخا البنات هما فيهم وفيهم، ولكن الاغلبيه كتلقى فيهم غير المشاكل. اصلا كنرتاح انا مع الدراري بزاف. دابا تجلسي انت مع تحاباك وتذاكروا وتضحكوا وتقشبوا. حيت قبيله قلت لك الحلقه الزوينه، قلت لي جابوا لي واحد الدري. انا فرشتك. وي شنو نقول لك؟ قلتي وي شنو نقول لك؟ اصلا شتي ديك وي شحال زوينه وي. صافي وشنو نقول لك، تنتمنى هاد الميساج هذا يوصلوا ان شاء الله. شكرا لك بزاف عائشه على هاد التجربه. وفي الحقيقه انت قلت لك من الاول قبل ما نسمعك، قلت لك انت غتكوني درس اليوم لبزاف ديال المغاربه ولا كاع الناس اللي كيشوفوا قصه الناس، كيفاش هاد البنت بهاد الجسد الصغير، هاد الجسم الصغير، ولكن بهذا العقل الكبير تبارك الله والمهارات وبزاف ديال الامكانيات اللي عندك والافكار اللي مازال غتطوريها ان شاء الله. انا كنتمنى بعد الكروسه اللي هضرنا عليها ديال فرنسا، زعما الجاليه ديالنا في فرنسا زعما تاخذ هذه القضيه بعين الاعتبار وتتصل بينا باش توفر لك هذه الكروسه، والافكار اللي عندك زعما الناس يتصلوا بك باش تطوري المهارات ديالك. شكرا لك بزاف عائشه على هذا الشيء اللي عاودتي لنا.